تنظيم القاعدة يفقد رجله الثاني بعد سنوات من اغتيال الأول. عادة صباحية كشفت موقعه ومسيرة اصطادته. In Kabul, Afghanistan, they killed the Emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. واشنطن تعلن قتلها زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بضربة جوية عبر طائرة بدون طيار في كابول. طالبان تؤكد والرياض ترحب وبايدن يقول إن العالم بات أكثر أماناً. أهلاً بكم. سنستعرض معكم في هذه التقنية تفاصيل مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول. كان زعيم تنظيم القاعدة يقيم في منزل بالحي الدبلوماسي في العاصمة كابول. هذا المنزل يقع على بعد بضعة أمتار من السفارة الأمريكية، ويعتبر في منطقة أمنية لكونها تضم منازل مسؤولين أفغان. الحكاية العسكرية بدأت بعد رصد أيمن الظواهري في الحي الدبلوماسي هنا في هذا المنزل، حيث باشرت الولايات المتحدة الأمريكية عمليات التدقيق والرصد حتى تمكنت من التأكد أن الظواهري بالفعل يقيم في ذلك المنزل. تولت طائرة مسيرة عملية مراقبة المنزل لمعرفة تفاصيله وعدد الأشخاص الذين يقيمون فيه. فعلى مدار 6 أشهر عملت CIA على التخطيط للعملية. حددت واشنطن نقطة ضعف الظواهري، فالرجل كان يكثر من الوقوف على شرفة المنزل الذي يقيم فيه. دخلت الطائرة ودخلت مرحلة التنفيذ لاغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة. أخذت موافقة البيت الأبيض وحددت ساعة الصفر. دخلت الطائرة المجال الجوي الأفغاني دون أن يتم رصدها، ونفذت العملية في 9:48 مساء بتوقيت غرينتش. استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية كما نرى صاروخين من طراز هالفاير عالية الدقة، والتي تقوم على تقطيع الهدف دون إحداث أي عصف أو انفجارات أو دمار كبير في المكان المستهدف. بعد ذلك انسحبت الطائرة المسيرة عقب تأكدها من تحقيق الهدف، وسجلت العملية باسم وحدة الاستخبارات الأمريكية التي تولت عملية المراقبة والتنفيذ. الآن نتابع المزيد في تقرير الزميل عبد القادر ضواحي عن تفاصيل اغتيال أيمن الظواهري، ثم نعود لنبدأ النقاش. المشاهد الصامتة في الدراما هي الأقوى والأبقى أثراً طوال حلقات المسلسل، لا كلام فيها، الصورة تتكلم عوضاً عن الممثلين. اختيرت مدينة كابول لتحتضن المشهد الأخير من مسلسل طويل اسمه أيمن الظواهري. المشهد الأخير الذي اختاره المخرج الأمريكي كان صامتاً على خلاف ما عود المشاهدين على مدار حلقاته السابقة من إثارة. تقمص الصمت شخص يقف على شرفة يتأمل عاصمة مثلت لعقود طويلة مسرح مشروع كان يطمح إليه. هذا الصمت كسر بذبذبة طائرة مسيرة تدخل المشهد على حين غرة، تصدر ضجيجاً فانفجار، يعطي الصمت إيحاءً أن الشرير في المسلسل قد قتل أخيراً. يخرج عنوان عريض: قتل رأس الإرهاب زعيم تنظيم القاعدة، وبات العالم أكثر أماناً. In Kabul, Afghanistan, they killed the Emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. مقتل أيمن الظواهري فتح باباً للتساؤل،
إلى أين يسير مركب تنظيم القاعدة؟ وهل دفن التنظيم بدفن رجله الثاني؟ لا سيما أنه في السنوات الأخيرة لعب دوراً فخرياً من دون صلاحيات، أو بشكل أدق من دون إمرة على أي فصيل أو جماعة أو أشخاص. ما بعد الظواهر سؤال قد يحتمل إجابات كثيرة، لكن الأهم اليوم هو أن الرجل قتل تحت عباءة شبكة حقاني، وهذا أمر يؤشر للعلاقة بين طالبان والقاعدة، وبالتالي العلاقة بين طالبان وأمريكا. وفي ارتدادات الأمر ينظر إلى عملية قتل الظواهر أنها ورقة رابحة في ميزان الشعب، فالكثير يراها عملية موجهة إلى الداخل الأمريكي، فشعبية الرئيس بايدن منحدرة بشكل كبير، وتصفية رجل يرتبط بذاكرة 11 سبتمبر يضيف نقطة إلى إدارة بايدن الذي فضل كما فعل أسلافه الإعلان بنفسه عن العملية التي وصفها بالناجحة. وأمام مقتل الحارس القديم تتوالى الترحيبات الدولية بالحدث، وتتوالى مقابلها التعازي على وسائل التواصل لقادة في تنظيمات كانت ترى بالظواهر الأب الروحية للجهاد العالمي. وعلى سيرة الجهاد تثار تساؤلات عن بقية الفروع التي أوجدت في الساحة السورية، وعن باقي الساحات التي ما زال بقايا تنظيم القاعدة ينشط فيها. حول هذا الملف معنا من واشنطن دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من عمان الباحث في الجامعات الإسلامية الأستاذ حسن أبو هنية، ومعنا حمزة حكيمي أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة سلام مباشرة من كابول. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ مع دكتور محمد. دكتور محمد، عملية تصفية لشخصية بهذا الحجم، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، يجب أن يسأل فيها عن التوقيت. يبدو أن سؤال الملك في هذه العملية، لماذا اختارت واشنطن أن تصفي الظواهر في هذا التوقيت؟ يبدو أن هناك مؤشرات على أن التوقيت كان محسوبا بدقة أكثر من أنه كان عرضيا أو جاء بطريق الصدفة. نحن الآن على بعد 5 أسابيع من الذكرى 21 على هجمات 11 سبتمبر. سيتجدد الخطاب في الولايات المتحدة يوم الذكرى، وعلى البيت الأبيض أن يحضر العدة السياسية والرمزية، وهي أن هناك رأس من رؤوس هذه الجماعات المتطرفة الآن أقصية، وهذه سنة أو بدعة سياسية بدأها بوش مع أبو مصعب الزرقاوي، أوباما مع أسامة بن لادن، أيضا دونالد ترامب مع أبو بكر البغدادي. نصل الآن إلى أيمن الظواهر، ويبدو أن الاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع لها أيضا أرصدة أخرى، بمعنى هناك بنك أسماء معينة قد تحتاجها الظرفية المقبلة. لكن من المحتم الآن أن البيت الأبيض والرئيس بايدن يخففان الانتقادات من قبل الجمهوريين وخصوم البيت الأبيض في هذه المرحلة، بأن بايدن أيضا رجل الأمن القومي ورجل الحسم، وأنه يعني يواصل ما يسمى الآن بال يعني النسق مكافحة الإرهاب، يعني كاونتر تيروريزم بارادايم في أدبيات السياسة، سواء في وزارة الخارجية أو في الكونغرس أو حتى في البيت الأبيض. فالآن السؤال هو، أعتقد أن المسألة محددة مقاسة بعناية وليست بطريق السلطة. طيب دكتور محمد، في الحوادث السابقة التي أشرت إليها، عندما تم مثلا الإعلان عن اغتيال أسامة بن لادن الرجل الأول، كان هناك قيمة لهذا الرجل، كان هناك قيمة حتى حركية لأسامة بن لادن. اليوم هل يمكن فعلا أن يحقق بايدن من اغتيال الظواهري القيمة المرجوة؟ كيف يمكن أن يستغل هذا الحدث، وهل يمكن أن ينقذ من الإخفاق الداخلي دكتور محمد؟ لا ينبغي أن نقرأ الكثير أو أن ننفخ في القيمة الرمزية لاغتيال الظواهري. ربما هناك حالتان سابقتان كان لهما الوزن الثقيل.
أبو مصعب الزرقاوي في العراق في أيام جورج بوش الابن وأسامة بن لادن بالنسبة لأوباما، لكن لا يبدو أن ترامب وحتى بايدن وحتى من يأتي لاحقا إلى البيت الأبيض سيستفيد من نفس الخطاب، بمعنى أن هناك أيضا يعني هناك توازي بين فعالية وقيمة الخطر الذي تشكله هذه الجماعات في آسيا وفي الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، وأيضا الرصيد السياسي والرمزي أيضا ينخفض أيضا داخل الولايات المتحدة. فأعتقد أننا أمام نسق يتآكل تدريجيا، وإن كانت الذكرى، أعتقد الآن ما نحن عالقون في الولايات المتحدة بأننا عندما نصل إلى يوم 11 من سبتمبر من كل عام ينتبه البيت الأبيض والحكومة والكونغرس إلى ضرورة تقديم شيء جديد، بمعنى أن هناك الآن ما يسمى بتشوزن تروما أو الصدمة المختارة في علم النفس الاجتماعي. الأمريكيون يحتفظون بهذه الصدمة المختارة كما احتفظوا بصدمة فيتنام لأكثر من 50 عاما. هناك طقوس الآن من ناحية هي تجدد الخطاب وأيضا تمنح نوع من المرونة أو نوع من الرصيد الإضافي لأي رئيس كان جمهوريا أو ديمقراطيا في البيت الأبيض. طيب بالانتقال إلى دكتور حكيمي، هذه الصدمة التي تحدث عنها دكتور محمد، دكتور حكيمي كيف تلقتها طالبان؟ الآن واليوم كثر يسألون هل كانت طالبان تعرف بوجود رجل بهذه المكانة في منزل أيضا رجل بهذه المكانة داخل حكومة طالبان؟ تحياتي لكم وللضيفين الكريمين وسادة المشاهدين. إذا تحدثنا عن العلم بوجود الرجل في أفغانستان في العاصمة كابول، إذا لم تكن تعرف كافة القيادات في طالبان فعلى الأقل جزء أهم من هذه القيادات كانوا على علم، لأنه إذا افترضنا أنهم لا يعرفون بوجود رجل بهذا الحجم في العاصمة كابول وفي الحي الدبلوماسي أرقى أحياء كابول، فهذا يعني أن طالبان لم يعودوا مؤهلين لإدارة الحكومة وليسوا يعني حتى ليست جماعة مسلحة تسيطر. فأستطيع أن أجزم أن نقول أن على الأقل بعض من القادة يعرفون ويعلمون بوجوده في كابول في أفغانستان، ولذلك نرى أنه يعني هناك يعني تباين واضح في مواقف القادة في طالبان في قضية الارتباط والعلاقات مع تنظيم القاعدة. ولكي نعرف هذا الأمر علينا أن نعرف أولا أن علاقات طالبان بتنظيم القاعدة هي ليست من صنيع الطالبان. طالبان وحركة طالبان في الإمارة الأولى في الحكومة الأولى في التسعينيات الماضي ورثت العلاقات مع القاعدة من حكومة المجاهدين السابقة، من حكومة الشهيد برهان الدين رباني وقبلها من الحكومات الأخرى، من المجاهدين يعني، لأن عرب الأفغان الذين جاءوا للجهاد والقتال في أفغانستان بقوا في أفغانستان، وسيد برهان الدين رباني رئيس جمهورية حكومة مجاهدين هو من أعطى الجنسيات لآلاف من هؤلاء العرب، فسكنوا في أفغانستان واستقروا هنا، ونقلوا أسامة بن لادن من السودان إلى أفغانستان، تم نقله في زمن حكومة المجاهدين. ولما سيطرت حركة طالبان على أفغانستان كانوا قد يعني ورثوا هذا الوجود، وبناء على تقاليدنا كشعب أفغاني لا يمكن لنا أن نسلم ضيوفنا أو من لجوا إلينا إلى أي عدو، فما بالك بأن نسلم مسلما لكافر. فهذا يعني لكن التقارير تشير دكتور حكيمي بأن أيمن الظواهري دخل إلى كابول بعد استقراره في باكستان لفترة طويلة بعد استلام حكومة طالبان للسلطة، هذا ألا يحرج حكومة طالبان؟ ألا يضعها على المحك مرة أخرى مع المجتمع الدولي، خصوصا وأنها تبحث عن اعتراف دولي، تبحث عن أموالها المجمدة أيضا في الأرصدة الدولية، بالتالي هذا كيف سيؤثر على مكانة طالبان دوليا؟ نعم بالطبع وبكل تأكيد هناك حرج، القادة في طالبان المسؤولين هنا يشعرون بهذا الحرج، لأنه طالبان الحركة المسلحة في فرق بين طالبان تفكر بعقلية دولة ورجل دولة. الآن طالبان ليسوا حركة مسلحة تسيطر على بعض الأجزاء من دولة ما وتقاوم الاحتلال في أفغانستان. طالبان كحكومة مسؤولة عن 40 مليون نسمة في أفغانستان، عن اقتصادهم ومعيشتهم وحياتهم وكل هذه الأمور. فلذلك هذه الضربة يعني وهذا الحدث له تأثير سلبي. لذلك قلنا أن هناك تباين وانشقاق، وربما في المستقبل القريب نرى انشقاقات أكبر بين القادة الطالبان الذين
لم يكونوا يريدون إبقاء هذه العلاقة مع تنظيم القاعدة وقيادات تنظيم القاعدة، لكن من الواضح أن عدد آخرين من قادة طالبان ما زالوا على حافظوا على هذه العلاقات وحافظوا على من كان عندهم. أما بالنسبة لوجود الرجل الأيمن الظواهري في باكستان وانتقاله إلى أفغانستان فهذه أمور ليست مؤكدة. لكن طب أشرت إلى أن طالبان اليوم حكومة. نعم سيد حكيمي، هل تعتقد بأن طالبان تصرفت كحكومة إذا هذا الحدث بهذا الحجم؟ يعني في البداية قالت اعترفت بوجود عملية وأن الولايات المتحدة الأمريكية صفت شخصية مهمة، لكنها لم تعترف بأن الظواهري هو هذا الشخص، وحتى الآن لم يصدر حتى أي بيان. يعني هذا هل يبدو تصرف حكومة مسؤولة؟ هل نجحت في هذا الاختبار طالبان؟ طالبان إلى الآن لم تصدر أي بيان منهم ولا أي رسالة ولا أي معلومة تؤكد لنا مقتل الظواهري في أفغانستان. إلى الآن نحن فقط سمعنا الرواية الأمريكية فقط، هل الرجل قتل بالفعل أم أنه جرح وأم أنه لم يكن أصلا موجود في هذا البيت. هذا الأمر لم يتم التأكيد منه إلى الآن، لأنه كما نعرف في مثل هذه العمليات يتم الإفصاح على هذه العمليات على مستوى رئيس دولة مثل الولايات المتحدة بعد التأكد من الـ DNA للمقتول، لكن هذا الأمر لم يحدث بعد. كما قال الرئيس بايدن أنه لم يكن يعني من الداعي، يعني لم يكن ضروريا أن نؤكد هذا الأمر. فإلى الآن نحن فقط أمام الرواية الأمريكية، لا توجد عندنا رواية أفغانية ورواية من قبل طالبان. لكنك لم تنفي في البداية سيد حكيمي، لكنك لم تنفي إمكانية أن يكون أيمن الظواهري في منزل حقاني في حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول. يعني هذا ألا يعرض طالبان لاتهام اتهمها به وزير الخارجية الأمريكية بلينكين وقال أنها اخترقت اتفاق الدوحة؟ نعم هذا الاتهام موجود، الوزير الخارجية الأمريكي قال أن طالبان اخترق اتفاقية الدوحة، لكن لنعرف لنتذكر أن طالبان ليس هي الجهة الأولى التي اخترقت اتفاقية الدوحة، أمريكا هي التي بدأت بالنقض من بداية طريقة تسليم الحكم في أفغانستان إلى طالبان ومن الانسحاب الأمريكي، وبعد ذلك العقوبات التي واجهت حكومة طالبان من قبل أمريكا وتجميد أموال المصرف المركزي الأفغاني 10 مليارات دولار في البنوك الأمريكية، وأيضا قضية عدم الاعتراف. كل هذه خروقات لاتفاقية الدوحة ونقض اتفاقية الدوحة. أمريكا هي التي يعني تعرف أنها دائما في المواثيق الدولية والاتفاقات الدولية لا لم تلتزم، فكيف سنعود لهذا الموضوع معك ومع دكتور شرقاوي. لكن الآن أنتقل إلى أستاذ حسن أبو هنية، أعتذر على التأخير، يبدو أن كانت هناك مشكلة وعالجناها. أستاذ حسن، الفيجارو اليوم تسأل بعنوان عريض بمنشط عريض، كيف سيؤثر اغتيال الظواهري على هيكلية تنظيم القاعدة، خصوصا وأن الظواهري يمتلك ربما الآن قيمة رمزية ليست قيمة حركية كما كان يمتلكها أسامة بن لادن. أستاذ حسن. هذا صحيح، أعتقد أن تأثير غياب الظواهري لن يؤثر كثيرا على تنظيم القاعدة. نعلم أن تنظيم القاعدة هو تحول حتى بعد 11 سبتمبر إلى منظمة لا مركزية، يعني هناك مركزية في القرار لكن هناك لا مركزية في التنفيذ، وبالتالي الفروع الإقليمية التي نشأت بعد 11 سبتمبر في مناطق متعددة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تعمل بشكل مستقل، يعني لا تحتاج حركة الشباب المجاهدين الحركة الصاعدة في شرق أفريقيا في الصومال إلى يعني قيادة مركزية بشكل أو بآخر. كذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الصحراء والساحل مثلا، وكذلك تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين، وكذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، يعني كل هذه الفروع الإقليمية هي تعمل منذ زمن بشكل مستقل وبالتالي لن تتأثر بغياب الظواهري. قد يكون هناك التنظيم بالتأكيد المركزي في أفغانستان وباكستان، نعلم أن التنظيم لا يزال يمتلك أكثر من 500 مقاتل في أفغانستان بحسب تقارير الأمم المتحدة، وبالتالي أعتقد أن التنظيم يعني سوف يقوم بإعادة الهيكلة وبالتالي وضع قيادة جديدة، من المرشح أن يكون سيف العدل، وبالتالي ربما سيستغرق وقت لصعوبة التواصل وبالتالي الحصول على إجماع حول شخصية سيف العدل، وقد تكون هناك شخصية أخرى غير خلافية، لأنه نعلم سيف العدل ربما يكون هناك إشكالات نظرا لوجوده
في إيران، لكن أعتقد الظواهري نعلم أنه في السنوات الأخيرة لم يكن قادر على إدارة الشبكة، وفي عهده يعني خرجت تنظيمات بل انشقت عن القاعدة أمثال تنظيم الدولة وكذلك هيئة تحرير الشام، وكان هناك غياب أحيانا كان يغيب لأكثر من سنتين عندما حدث الخلاف مع هيئة تحرير الشام على مدى عامين لم يكن هناك أي وسيلة تواصل مع الظواهر، ونعلم أن هناك كانت تقارير واضحة أنه يعاني مرض وهو رجل يعني بلغ أكثر لكن من لكن هذا بخلاف التقارير التي أشارت إليها CIA يا أستاذ حسن أبو هنية. يعني هناك تقارير أمريكية استخباراتية تشير بأن الظواهري قام في الآونة الأخيرة في الستة أشهر الأخيرة باتصالات مع بعض عناصر تنظيم القاعدة بهدف القيام بعمليات تستهدف أهدافا أمريكية. إلى أي درجة يمكن أن يكون ذلك صحيحا، أم أننا فعلا نتحدث عن مرحلة احتضار للتنظيم؟ لا هو ليس احتضار، إنما قلنا أنه لم يعد شبكة مركزية، وخصوصا أن هناك حركات منافسة كتنظيم الدولة الإسلامية اللي هو يمتد في أكثر من 8 ولايات 28 دولة، وبالتالي أصبح هو المنافس. لكن لا يعني تقارير الاستخبارات الأمريكية هي لتبرير ضرب أو قتل الظواهري للقول بأنه يحضر، لا أعتقد أن تنظيم القاعدة كان بصدد إن يعني تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأنه تحت رعاية طالبان، ونعلم أن العلاقة بين طالبان وتنظيم القاعدة هي علاقة قوية وراسخة. لا ننسى أن الظواهري قدم بيعة لأخطر منصور بعد الملا عمر، وكذلك قدم بيعة للملا عمر، وكذلك لهبة الله أخند، وبالتالي هو جزء من هذا المكون. هناك 500 مقاتل يقاتلون إلى جانب تنظيم حركة طالبان إبان يعني الاحتلال الأمريكي، وبالتالي بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس الماضي كان هناك هذه العلاقة، وبالتالي حتى اتفاقات الدوحة أثناء المفاوضات لم يكن هناك شرط لفك ارتباط بالقاعدة، كان الشرط واضح وصريح في اتفاق الدوحة هو عدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وبالتالي طالبان تقول بأننا ملتزمون ولا يوجد هناك أي هجمات، وبالتالي الظواهري كان ملتزم حتى أنه تحت يعني أوامر حركة طالبان كان لم يصدر حتى بيان أبان فترة، وكان في لحظة صمت يعني لم ينتقد لم يتحدث عن أي شيء. لكن نحن نعلم جيدا بأن علاقة القاعدة بطالبان هي علاقة متينة وقوية، وهذا ليس يعني على الصعيد الرسمي حتى الوسائل، يعني إذا نظرنا إلى أدبيات التنظيم الطالبان تتحدث بأنها هي أحد يعني بل هي تتحدث أن هناك هي حركة شرعية تنافس أي حركة أخرى، بل هي الشرعية وأنها تلقت بيعات من الجميع بما فيها بيعات تنظيم القاعدة، وطبعا ليس علاقاتها فقط مع القاعدة إنما حتى الحركات الأخرى كالأزبكية وتركستان الشرقية وبقية الحركات، فهي تعتبر نفسها هي ممثل لهذه الجهادية العالمية. نعم. طيب أشار أستاذ حسن أبو هنية دكتور محمد إلى مسألة مهمة جدا بأن بنود اتفاق الدوحة لم تحوي أي شرط بعدم إيواء أي أحد من الشخصيات التي تنتمي لتنظيم القاعدة، وإنما ألا تكون أفغانستان مسرحا لعمليات تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي إلى ماذا يستند أساسا الأمريكيون في اتهامهم لحكومة طالبان بأنهم خرقوا اتفاق الدوحة؟ ما رأيك الذي أشار إليه أستاذ حسن؟ عندما بدأ فريق الرئيس السابق دونالد ترامب فكرة التفاوض مع طالبان عبر الوساطة القطرية، كان هناك تركيز استراتيجي بأن واشنطن لا تتعامل مع طالبان فحسب، بل مع كل شقيقاتها وأخواتها وبنات عماتها. فبالتالي يمكن القول إننا شهدنا هدوء أو جمود أو نوع من الغياب المقصود لنشاط القاعدة بحكم أن طالبان كان عليها أن تقنع الظواهري وغير الظواهري بعدم تخريب مسلسل المفاوضات مع الأمريكيين. نصل إلى الاتفاق اتفاق الدوحة وتستمر هذه الهدنة، بمعنى آخر أن الظواهري كان يعلم جيدا أن عليه إذا أراد أن يمكث في كابول وأن يبقى تحت مظلة حقاني أو غيره، بمعنى أن يجد موطئ قدم أو ملاذا آمنا له وللرجال، فعليه أن يحترم على الأقل المرحلة الانتقالية، مرحلة الترقب إلى أين سينتهي المسار، مسار المفاوضات مع الأمريكيين. بعد الاتفاق تصبح المسألة تأخذ مسارا مختلفا، أننا وإن وصلنا إلى الاتفاق بمعنى أن طالبان تلتزم بعدم السماح بشن أي هجمات من أراضيها، إلا أنها تمسكت أيضا بأنها لا تريد أن تنفصل أو أن تتخلى عن ضيافة الظواهري وغير الظواهري.
الأمريكيون تفهموا هذه النقطة واستمر يعني الاتفاق على هذا الأساس، لكن ما غير نسبيا القراءة الأمريكية هو أنه بعد الانسحاب قبل عام بالضبط نصل إلى سؤال يعني محتدم الآن، هل استطاع الطالبان بعد الاتفاق أن تغير ذاتها وأدبياتها وسياستها الخارجية والداخلية من حركة متشددة إلى دولة؟ هناك فرق في المخيال الأمريكي أو في الحسابات الأمريكية، أين هي طالبان ما بين الحركة والدولة؟ ما يحبط الأمريكيين لعام الآن هو أن طالبان لم تجاري الجناح المنفتح أو الجناح المعتدل إذا أردت، بقدر ما لا يزال هناك تأرجح في الكفتين بين الجماعات المصرة على القراءة أو على المنطلق القديم طالبان 96 وطالبان 2001، وبين الجناح الآن الذي يرى أننا بعد جيل كامل على طالبان إذا أرادت أن تبسط سيادتها على كابول وبقية المناطق الأفغانية عليها أن تدخل في نسق دولي، فتأخرت الشرعية والآن يعني يأتي موضوع الظواهري ليعيد التساؤل بشكل حاد. لكن أنا قبل أن أنقل هذا السؤال دكتور محمد لدكتور حكيمي، السؤال هل سمح المجتمع الدولي لطالبان بأن تكون دولة؟ هل اعترف بها دوليا؟ هل أبدى حسن النية معها؟ هل أفرج عن الأموال المجمدة لها؟ المسألة تتوقف على كيف لطالبان أن تبني شرعيتها وتحصل على الاعتراف الدولي. كان المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة وأوروبا تترقب مجموعة من التغييرات ومجموعة من الشروط، منها أن طالبان تتصرف كدولة مدنية تقوم فلسفتها على التشارك وعلى التعددية وعدم إقصاء مجموعة من الأقليات، قضية المرأة، قضية التشدد وما إلى ذلك. بدأ الأخذ والرد حول هذه المسألة، هناك نقاش داخلي بين أجنحة طالبان، ولا أقول إن هناك جناحين فقط، هناك أكثر من جناحين، بمعنى أن هناك جدلية لم تستقر بعد، لكن لا يمكن أن نستسهل، بمعنى أن المجتمع الدولي يقول ما لم تغير طالبان نفسها من الحركة إلى الدولة الحديثة الدولة المدنية لا يمكن الإقرار بشرعيتها، والموضوع الآن هو عالق حتى إشعار آخر. دكتور حكيمي، أين هي طالبان بين الدولة والحركة؟ هل استطاعت طالبان أن تغير من صورتها بعد أكثر من عام على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وعلى تسلمها للسلطة؟ باختصار، ما تفعله طالبان الآن هي يعني في عدة ملفات هي تصرف دولة، قضية العلاقات بالدول الجوار ودول المنطقة، قضية الأمن، قضية تشكيل الحكومة، يعني قضايا داخلية في أفغانستان، هي عقلية الدولة نعرف هذا الأمر. لكن هذا لا يعني أنه طالبان إذا أراد أن تحصل على إطراف دولي أن تقوم بكل ما تملي عليه هذه الدول أو هذه القوى. أمريكا والدول الغربية لها إملاءات لا ترفضها، يرفضها المجتمع الأفغاني قبل طالبان. في قضية العلاقات، أمريكا لا ترسم العلاقات بطالبان مع دول أو مع مجموعات، المنصوص عليه في اتفاقية الدوحة هو عدم استخدام الأراضي الأفغانية للهجوم على أمريكا والمصالح الأمريكية وحلفاء أمريكا، هذا هو المنصوص عليه وهذا ما التزم عليه طالبان إلى الآن. مجرد وجود الرجل في أفغانستان كان بعلم كل الحكومة وكل القيادات أو جزء منها، هذا لا يتعلق في قضية الاتفاقية وغير الاتفاقية. أفغانستان دولة مستقلة، لها دولة، لها حكومة ولها سيادة، لها أن تحافظ على من تريد داخل أراضيها بشرط أن لا تعتدي على أمن الآخرين وعلى أمن الدول الأخرى ولا تهدد أمن الآخرين. هذا ما يفعله طالبان وهذا هو موقف طالبان وعقلية طالبان. فالطالبان الآن يتعاملون مع دول الأخرى أمريكا وأوروبا كالند كأنداد، لأن طالبان هي القوة التي أجبرت أمريكا من الانسحاب والخروج من أفغانستان، وأجبرت ليس فقط أمريكا، دول الناتو بأكملها من الانسحاب، وهزمتهم في حرب طال مدها 20 سنة في أفغانستان. فهذه العقلية لن تقبل هذه الإملاءات عليها. دكتور حمزة حكيمي، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة سلام من كابول، أعرف أن لديك التزاما، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا حتى الآن. الآن نتعرف في هذه المادة
على أيمن الظواهري وعلى أبرز المحطات في حياته، ونعود للنقاش مع ضيفي الكريمين. أهلا بالجديد دكتور. أستاذ حسن أبو هنية، يعني تحدثت في بداية الحلقة عن أن هذه الحركات الجهادية في حال تمت تصفية قياداتها هذا لا يؤثر على نشاطها أو على مستقبلها. اليوم الخارجية الأمريكية تحذر المواطنين الأمريكيين في كافة أرجاء العالم من أي ارتدادات انتقامية من قبل تنظيم القاعدة تستهدفهم. اليوم هذه التصفية هل ستساهم في انحسار تنظيم القاعدة أم على العكس في زيادة نشاطه؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أستاذ حسن. دكتور محمد الشرقاوي، العلاقة اليوم، هذه العلاقة الملتبسة التي كنا نشير لها قبل قليل بين طالبان وبين واشنطن، كيف ستتأثر بعد هذه العملية؟ ينبغي أن نستحضر أولا نقطة مهمة، أننا قبل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كانت هناك فترة صراع ممتدة لقرابة 20 عاما. جاء اتفاق الدوحة أعطانا تسوية مؤقتة، انتقلنا ما بعد الانسحاب وما بعد اتفاق الدوحة إلى مرحلة خلاف أساسي، أن طالبان الآن تتمسك كما استمعنا من ضيفك في كابول، تتمسك بأن لها سيادة، لها طريقتها ولها معاييرها في السياسة. لكن هناك هو صحيقة بين ما ترسمه طالبان لأفغانستان وما يتوقعه الرأي العام الخارجي، وهناك ليس فقط الولايات المتحدة وأوروبا، هناك أيضا الأمم المتحدة، وهنا بيت القصيد، هناك أيضا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالات الدولية المختلفة. جميع هذه المؤسسات تريد أن تساعد الأفغان أو تتعامل مع حكومة مستقرة لها رؤية مدنية، لها رؤية دمج كل أطياف المجتمع الأفغاني، وليست حركة الاستقطاب والإقصاء لأقليات معينة أو لأغلبيات ضد أقل أقليات. فالمسألة عند الكرة الآن تبقى في ملعب طالبان. كجواب مباشر على سؤالك، لا شك الآن أن واشنطن الآن تترقب ردة فعل ليس من طالبان كوحدة متجانسة، وإنما زيادة الشرخ، الجناح المتشدد سوف يعني يزيد في حنقه على الأمريكيين، وسوف يعتبر هذا انتهاك صارخ، والمسألة ستعود بنا إلى أدبيات وخطابية الصراع. لكن في المقابل الجناح المعتدل قد يرى أن على طالبان الآن أيضا ليس إزاء الأمريكيين فحسب، بل أيضا إزاء بقية المجتمع الدولي، أنها تتخلى عن التشدد، لا أستخدم كلمة إرهاب، لكن العنف السياسي بتلك الطريقة ليس في مصلحة طالبان. بمعنى آخر، أن نخرج من حركة مسلحة قتالية إلى حركة مدنية تعمل على إدارة المشاريع، على تسهيل حياة الأفغان، وأيضا تنفتح على التعاون مع بقية الدول في المنطقة وفي العالم. ما لم يحدث هذا تصبح أمريكا الآن تنظر إلى
إلى الطالبان بأنها لم تنجح في تحقيق ما هو متوقع منها من قبل الأفغان ناهيك عن المجتمع الدولي. على ذكر المتوقع أعيد السؤال مرة أخرى أستاذ حسن أبو هنية، ما هو المتوقع أمام مستقبل تنظيم القاعدة بعد هذا الاغتيال؟ هل سينحسر؟ هل سيقابل مزيد من الانحسار أم أنه على العكس ربما سيعاود نشاطه، خصوصا وأن هناك تحذيرات منها الخارجية الأمريكية اليوم تحذر المواطنين الأمريكيين من أي ارتدادات انتقامية من قبل تنظيم القاعدة انتقاما على اغتيال الظواهري؟ أعتقد هذا رهن بسلوك الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي أو ما يسمى المجتمع الدولي، وهي تسمية تعني الدول الغربية، الدول السبع الكبرى. وبالتالي أعتقد بأنه يعني يجب أن نفهم قضايا بدهية. أعتقد يعني عندما خرجت أو انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية هي انهزمت، وكان هناك الاتفاق الدوحة ونتيجة هذه الهزيمة وقرار الانسحاب. الولايات المتحدة الأمريكية تكبدت خسائر مادية وكذلك بشرية هائلة في هذه الحرب التي تعتبر أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وفي المفاوضات لم تكن هناك شروط أن تتحول حركة طالبان إلى مجموعة ليبرالية، دولة ليبرالية، لما هي كانت تعلم بأنها وحركة طالبان كانت تقول أنها متمسكة بعودة الإمارة وأنها لا تؤمن بالديمقراطية وبالتالي ستعود تطبيق الشريعة، وبالتالي لا جديد في هذا. أنا أعتقد بأن عملية الولايات المتحدة الأمريكية هي ومنذ يعني أغسطس الانسحاب حتى الآن هي لا تريد أن تعترف بحركة طالبان ولن تعترف بحركة طالبان، وهي تحاصر حركة طالبان وتحجز الأموال للشعب الأفغاني نحو 7 مليارات دولار. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأنه الحقيقة حركة طالبان تفهم هذا، وبالتالي هي لم تقع تعصيلاتها لا مع القاعدة ولا الجهاديين، وبالتالي سنشهد عملية انتعاش. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لا تريد الاستقرار في أفغانستان. عندما انسحب بايدن تحدث بأنه ليست مهمتنا نحن مكافحة الإرهاب، وهذا أفسح المجال لصعود قوى روسيا والصين. هو يريد أن يخلق في جنوب شرق آسيا في للصين مع الإيغور، ولذلك رفع حركة تركستان الشرقية عن لوائح الإرهاب، وكذلك فعل مع سيفعل مع الحركة الأوزبكية. ما هذا يعني؟ بأنه سيبقي هذا، وحتى قرار الاغتيال هو يريد أن يحدث يعني شق كبير داخل حركة طالبان بين شبكة حقان يعتبر راديكالية أو متطرفة أو متشددة، وبين الجناح القندهاري اللي يقوده هبة الله أخوند والملو عمر تاريخيا، وجناح الملا برادر في مكتب السياسي البراغماتي. لكن أعتقد حتى الحركة كلها بهذه الأجنحة هي تفهم هذه الاستراتيجية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي شيء، بل هي يعني من الذي يحاول يعني كل هذا الحصار؟ هذا سيدفع بالتأكيد مستقبل، هذا يعني بأنه مستقبل تنظيم القاعدة هو مستقبل زاهر، لأن ستتحول. وهذا يعني مزيد من التعاون ربما أو حتى تطوير التعاون بين طالبان وبين تنظيم القاعدة أستاذ حسن، لأن هذه أيضا ورقة يمكن أن تستخدمها طالبان مع المجتمع الدولي. يعني هذا يعني بالمقابل مزيد ربما من التعاون بين طالبان وبين تنظيم القاعدة، لأن هذه في النهاية ورقة أيضا يمكن أن تستخدمها طالبان مع المجتمع الدولي ومع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، اللعبة الاستراتيجية واضحة، يعني بأن تقول حركة طالبان علاقتنا مع كل الجهاديين ونحن ممثلين للجهادية، وهذا منشور في صوت الجهاد في كل، يعني ليس سرا في حركة طالبان، الكل يفهم، يعني ليس أسرار، هذه لا أتحدث عن أسرار، أتحدث عن شيء معروف في مجلس الشورى. يعني هم يتحدثوا بأنه يعني هذه حركات جهادية ونحن حركة نمثل هذه الجهادية العالمية، ونحن انتصرنا على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لم تخرج الولايات المتحدة الأمريكية ومنحت يعني حركة طالبان، هي كانت تتوقع أصلا عند الانسحاب أن تصمد حكومة أشرف غني 6 أشهر أو 6 سنوات، وبالتالي يتم عملية خلط في الموضوع. هذا لم يحدث، انهارت كل التوقعات. وبالتالي أعتقد بأنه يعني الآن الصفقة كانت واضحة، طالبان تقول بأنني هذه الحركات الجهادية لن تشكل خطر على الولايات المتحدة وحلفائها، يعني غير حلفائها ليكن، يعني لا مانع أن بالعكس ومطلوب أن تحدث هذا الخلل. وبالتالي طالبان قالت نعم نوافق على هذه الصفقة وبالتالي لن نهاجم، وهذا ما فعلته على مدى عام. لم يتم أي هجوم من القاعدة على مصالح أمريكية على الإطلاق، بل أن الظواهري تحكم في الحركة ولم يصدر بيان واحد متعلق في هذا الشأن. وبالتالي يعني الآن
أعتقد بأنه من اتخذ هذا القرار سنرى تداعياته، هم يتوقعوا أن يكون أنه تتعلم الدرس. يعني ما هي فائدة هذا الاغتيال؟ أعتقد أنه يعني الفائدة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية هي فائدة محدودة جدا، وهو أمر رمزي طيب. تكتيكي. قبل الانتقال للحديث عن العلاقة بين طالبان وبين تنظيم القاعدة، أريد أن أسأل فقط عن مسألة تطور العلاقة ربما بين تنظيم القاعدة وبين الحركات الجهادية الأخرى حتى خارج أفغانستان، يعني بين تنظيم القاعدة وبين هيئة تحرير الشام، بين تنظيم القاعدة وبين النصرة. يعني هيئة تحرير الشام قدمت تعزية في وفاة أيمن الظواهري، هل يمكن أن نشاهد انقلابا في العلاقة، تحسنا في العلاقة؟ يمكن أن تستغل تنظيم القاعدة هذا الحدث من أجل تطوير علاقتها مع الجهات التي ربما كانت على خلاف معها ثم انقسمت عليها أستاذ حسن، انقلبت عليها عفوا؟ نعم، لأنه كل فروع، يعني أول شيء يعني ابتداء قبل أن نصل إلى هيئة تحرير الشام، كل فروع تنظيم القاعدة والجهاديين هم لهم بيعة، يعني عندما يكون له بيعة للظواهري هو له بيعة للأعلى وهو الملة هبة الله أخن حاليا، وبالتالي هذه الحركات تعتبر حركة طالبان هي مسؤولة عن الجهادية العالمية فرع القاعدة. طبعا هناك التنظيم الدولي الإسلامي يعتبر نفسه هو الخلافة أو الشرعية، لكن كل فروع الإقليمية هم آليا لهم بيعة مباشرة لهبة الله أخون زعيم حركة طالبان، وبالتالي يعني كل هذه الفروع وحتى الحركات التي انسحبت من القاعدة كما هو جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام لاحقا هي بقيت على علاقة أو تنظر إلى حركة طالبان وهبة الله أخون على أنها نموذج للحكام، لأنها تلتزم بالشأن المحلي أولوياتها والداخلي وعدم التعرض لهجمات خارجية، وبالتالي شاهدنا عبد الرحيم عطون مثلا المسؤول الشرعي في يقدم تعازي وغيره من القياديين، وإن كان لم يصدر بيان بشكل رسمي، لكن من الواضح لأنه هذا مفهوم بأنه هم يروا بأن حتى لو يعني ليس لهم علاقة تنظيمية مع تنظيم القاعدة لكن لهم مباشرة يعني على اعتبار عنه على أنه أبو الحركة الجهادية الملة هبة الله أخون. نعم نعم، حول العلاقة بين حركة طالبان وبين تنظيم القاعدة علاقة والفوارق، نتابع هذه المادة ثم نعود للنقاش مع ضيفي الكريمين. شرقاوي، أستاذ حسن أشار إلى الرؤية التي تنظر بها طالبان وحتى تنظيم القاعدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنها انسحبت من أفغانستان بعد حرب طاحنة ربما لم تحقق منها أهدافها، بالتالي اضطرت في النهاية إلى الانسحاب، على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد انهزمت. وهذا يقودني إلى سؤال، هناك من يقول بأن هذه التصفية، هذه العملية هي محاولة لإثبات وجود الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وحتى في العالم، يعني خصوصا ونحن نتحدث عن حرب روسيا في أوكرانيا، عن تحرش بين تايوان والصين. الولايات المتحدة الأمريكية تقول، تريد أن تقول أنا ما زلت موجودة حتى لو لم تكن قواتي موجودة في أي بقعة جغرافية. أولا عندما نتحدث عن سردية أن طالبان هزمت الولايات المتحدة، ينبغي أيضا أن نستحضر أكثر من سردية موازية، أن
الولايات المتحدة حسبت حساباتها وتوصلت إلى قناعة أنها تنسحب من أفغانستان وأيضا تخفف قواتها وقواعدها العسكرية في عدد من الدول العربية والخليجية، فبالتالي هناك إعادة انتشار أو إعادة تحديد الاستراتيجية بما يتوافق مع الأولويات الكبرى. ونحن الآن كما لاحظنا منذ وصول بايدن إلى السلطة هناك أولوية احتواء الصين، وفوجئنا أيضا بأن روسيا وإن وضعت في المرتبة الثانية أو الثالثة لكنها عادت الآن بحكم الغزو الروسي لأوكرانيا إلى المرتبة تتنافس مع احتواء الصين، احتواء روسيا والصين. لكن أيضا ينبغي أن نستحضر المسألة الأخرى، أن حتى من يقول أن هناك افتعال الموقف الأمريكي وأن هناك مؤامرة خفية، الولايات المتحدة تنسحب من أفغانستان وتترك طالبان والقاعدة وكل الجماعات المتشددة على أساس تحوير هذه الحركات نحو الشرق، بمعنى كأننا نقلب الآية أو نتخيل أنه من السهل قلب الطاولة. بالأمس كانت طالبان والقاعدة ضد أمريكا، اليوم تصبح طالبان والقاعدة ضد روسيا أو ضد الصين. أعتقد هذه قراءة تبسيطية بمعنى أن الخيال يغلب عليها أكثر من الواقع. من ناحية أخرى أمريكا، وإن لاحظنا أن هناك نوع من التراجع، يعني هناك النقيض أو هناك دكتور شرقاوي، يعني اعذرني على المقاطعة، لكن المسألة ليست فقط تراجع القدرة الأمريكية في المنطقة، إنما هي أيضا ترتبط بشخصية بايدن. يعني كل استطلاعات رأي تشير بتراجع شعبيته داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه محاولة من أجل الانتخابات المقبلة. لا شك أن هناك تآكل في مستوى رأس المال السياسي لفريق بايدن في هذه المرحلة، لأنه رفع سقف التوقعات عاليا عندما كان أيام ترشيحه للانتخابات ينتقد مجموعة من السياسات التي اعتمدها سلفه دونالد ترامب. لكن في المحصلة النهائية نرى أنه في مجموعة من المسائل ليس هناك فرق كبير بين بايدن وترامب. الحركة الإبراهيمية، تشجيع قطاع التطبيع، الآن لاحظنا زيارته الأخيرة لإسرائيل ثم جدة ما تمخض عنها. ترامب اغتال البغدادي وقاسم سليماني، واليوم بايدن يقول بأنه صف الظواهري. أستاذ حسن هنية، سؤالي الأخير معك، اليوم هناك ترجيحات كلها تجتمع بأن سيف العدل ربما هو الأكثر حضورا في قيادة المشهد وفي زعامة المشهد لدى تنظيم القاعدة. إلى أين سيذهب سيف العدل بتنظيم القاعدة؟ ما هو المستقبل لدى تنظيم القاعدة بدقيقة واحدة لو سمحت؟ هذا راح بالسلوك الأمريكي. أعتقد أن الولايات الأمريكية ترغب بإحداث فوضى. هذه ليست قراءة تبسيطية، هي القراءة الحقيقية، لأن الولايات الأمريكية تحولت، يعني أولويات استراتيجية ظهرت باستراتيجية الدفاع الوطني 2018، التنافس مع الصين وروسيا، ثم بعد ذلك مواجهة التداعيات الصحية لكورونا والمالية، ثم الإرهاب الداخلي، وبالتالي أصبح الإرهاب العبر الحدود ليس له أهمية. ما قامت به الولايات الأمريكية ببساطة هو أنها ستنعش تنظيم القاعدة، ستعطي قبلة الحياة بمقتل الظواهر، وبالتالي سيتمكن سيف العدل، وخصوصا إذا تعاونت، ونحن نعلم أن ربما هناك فشل في الاتفاق النووي، ونعلم أن سيف العدل في إيران، وهذا يعني بأن هذا المكون أو هذا النظام التعددي القطبي الجديد سيتيح لتنظيم القاعدة أن يعيد بناء نفسه، وبالتالي سنشهد نموا، وستصبح مهمة سيف العدل أو المغربي أو أي شخصية أخرى أنه قد يلجأ التنظيم إلى وضع بعض القيادات الإقليمية. شكرا. وهذا سيحدد مسار تنظيم القاعدة، هل سيبقى في أفغانستان أو لا، وبالتالي لكن توقعاتي أن التنظيم سيزدهر المستقبل. أستاذ حسن أبو هنية، الباحث في الجامعات الإسلامية، كنت معنا من عمان، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا الموصول أيضا للدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كان معنا من واشنطن، وشكر الجزيل أيضا لحمزة حكيمي الدكتور، كان معنا من كابول. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.